صباح الخير والعافية على عيونكم متابعي الأعزاء متابعات الغاليات، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. يوم جديد إن شاء الله وفيديو جديد. وديت بنتي للمدرسة بس إن شاء الله راجعة على البيت. اليوم عندي مشوار قصير يم صديقتي، إن شاء الله أروح يمها فد ساعتين ثلاثة، وبعدها إن شاء الله هكمل وياكم الفيديو مالتنا اليوم. فيديو منوع ان شاء الله راح تستمتعون بالمشاهده، فخليكم وياي واتمنى لكم ان شاء الله مشاهده ممتعه نهايه الفيديو. وهاي هنا وصلت بيت صديقتي الغالية أم هادي. طبعا ما شاء الله القعدة الحلوة والترتيبات الحلوة، عاشت ايدك أم هادي. طبعا هي فنانة بهاي الترتيبات والديكورات. بالمناسبة هي عندها قناة على اليوتيوب اسمها قناة مطبخ سورة البصراوي، يعني تشوفون فيديوهاتها وترتيباتها وديكوراتها اللي كانت تسويها بالقناة تعرفون انه كلش تحب هاي الشغلات الفلكلورية، هاي التحفيات الشغلات. هي مبدعة طبعا، احب احييها. وكانت ساعتين او ثلاثه قعدتن وياها، كلش استمتعنا. احنا من زمان مش شافين، تقريبا سنتين او ثلاثه بسبب الظروف اللي مرت بها الكره الارضيه طبعا. وكانت ساكنه بمنطقه كلش بعيده علي، هسه يعني جت بمنطقه تقربت بس مو كلش هم قريبه علي، يعني يعني بيناتنا مسافه سياقه يعني بالسياره. لكن كلش استمتعت وياها، شربنا شاي واكلنا كيك، سولفنا، حكينا، ضحكنا، ذكرنا ايام اللي كنا بيها ساكنين قبل بمنطقه شيكاغو، لان انا اعرفها من كنا ساكنين بشيكاغو. يعني اول ما جينا لامريكا تعرفت عليها، صديقه غاليه وكلش احبها، صاحبه وقفات حلوه. يعني الحمد لله والشكر من الانسان يلقى له صديق يحس بي ويوقف وياه بكل شده. طبعا بقيت يمها ساعتين او ثلاثه ورجعت للبيت، لان لازم احضر غدا للبنات وهي لازم تحضر غدا لاولادها. هنا انا طبخت تمن اصفر، طبعا هذا شويه تبلت بصل باودر، ثوم باودر، خليت له شويه هيل. وهنا انا عندي دجاج، اني يعني هذا ضامته بالفريز، هذا دجاج جاهز يعني بنكهه هنديه جاب لنا ابو ياره قبل فتره كميه كبيره، فضميت من عندها قسم بالمجمده. اليوم جا وقتها راح اسوي سلطه هيك على السريع، جبت هاي الخضره الجاهزه مقطعه، فراح يعني اسويها سلطه سريعه. وراح اسويها مينا فت صوص نخلي ويا الدجاج، شلون الريزو. هنا انا خليت رشه من النعناع المطحون المجفف ورشه من الفلفل الاسود، راح اخليها مينا رشه ملح. طبعا هاي شو راح نسويها الكول سلو بس بطريقه جدا سهله وسريعه. راح اخلي عصير ليمون، وبعدها اخلي شويه مايونيز، شويه لبن اللي هو الخاثر، اللبن الزبادي. هنا انا عندي مايونيز، راح اخلي كميه كلش قليله يعني ما راح اكثر، وراح اخلي لبن يعني اكثر من اللبن عوض المايونيز. يعني تقريبا خليت خاشوقه مال الاكل مايونيز، وخليت خاشوقتي مال الاكل من اللبن. هنا انا شويه كثرت نعناع، نعناع ينطيها طعم كلش طيب وريحه كلش طيبه لهاي السلطه. هنا انا راح اجهز الصوص اللي راح نخليه على الدجاج، يعني شلون صلصه
الريزو شوية خليت نعناع مجفف، وهذا هنا أنا عندي شوية فلفل أسود من كل شيء يعني رشة بسيطة، وهنا أنا عندي رشة ملح. حخلي مايونيز تقريبا خاشوقة مع الأكل من المايونيز أو شوية أكثر حسب يعني عينش ميزانك. هنا أنا راح أخلي كاتشب تقريبا خاشوقتي مع الأكل من الكاتشب، وراح أخلي الجبنة الكريمي. أنا عندي هذا الجبنة بوك، إذا عندكم المثلثات تقدرين تخلي من عنده، فهذا 3 4 قطع مع الجبن. وراح أخلي شوية من الباربيكيو صوص، هذا المدخن، إذا ما عندكم فمو باللزوم خليها بدون باربيكيو صوص، بس بطعم الباربيكيو صوص تصير طيبة هاي الصلصة. انا اساسا الدجاج عندي يعني مشوي على الفحم، فهو اساسا يعني بنكهة الفحم والشوي، لكن خليت شوية هنا اضافة بسيطة، شوية رجعت خليت كاتشب. وانت بعد شوف ايش تحتاج لها، شوية جبن بعد، شوية باربيكيو صوص، شوية مايونيز، انت يعني تذوقين وتشوفين. طبعا خطا يوم هادي شيلتني لحمة بعجين معمول، انطتني شغلات كلش حلوة، هسه ان شاء الله اشوفكم اياها. بس راح اجيب جنة من المدرسة، طبعا ماكو احد بالشارع لان اليوم عندها ساعة يعني اضافية بعد المدرسة. صوت العصافير. هنا حضرنا غدانا بعد ما البنات كلهم رجعوا من مدارسهم. ان شاء الله هاي الوصفات السهلة والسريعة اللي شفتوها بهذا الفيديو تنال استحسانكم ورضاكم وتجربوها، وعليكم الف عافية. هاي اللحمة بعجين ويا الطرشي طلع طعامها يخبل، عاشت ايدك ام هادي، لحمة بعجين كلش طيبة وكلش خفيفة بالأكل. إن شاء الله تجربون طريقة تحضير هذا الصوص، وعليكم ألف عافية. طبعا ما كثرت بالغداء لأن حسبت حساب أنه راح أسوي لي كوب قهوة بالحليب، هذا الكوب انطتني يوم هادي، وأكيد هذا المعمول والكليتشة هم من عندها، هي شيلت لي معون لحمة بعجين وكليتشة ومعمول، قالت هاي للبنات خاف ترجعين، وأكيد هدت لي هذا القرآن كلش حلو عجبني. حبيبتي ام هادي شكرا جزيلا على كل الشغلات اللي انطيتيني اياها، وقضيت 3 ساعات كلش حلوه وياك، استمتعت بقعدتك وترتيباتك الحلوه. وحبايبي اللي هنا انا خلص الفيديو مالتنا، ان شاء الله كان هذا الفيديو خفيف وظريف واستمتعتوا بالمشاهده. التقيكم ان شاء الله بخير وعلى خير بالفيديوهات القادمه، ومع الف سلامه.